لا تزال الاشتباكات دائرة بين قوات الجيش الوطني والجماعات الإرهابية في آخر معقل لهم. الوحدات العسكرية ضربت طوقا أمنيا موسعا ومشددا حول محيط حي المدينة القديمة، وأغلقت كافة الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية والواصلة إليها. فقوات اللواء 73 مشاة، المتمثلة بالكتيبة 276 مشاة و165 و303 مدفعية، وباقي وحدات الجيش تتأهب لحسم المعركة مع الجيب الأخير. غرفة عمليات عمر المختار والغرفة الرئيسية المشتركة فرضتا حظر التجول في أغلب المناطق المحيطة بمسرح العمليات في المدينة. بدورها ألقت قوات الدعم المركزية المكلفة بتأمين المدينة القبض على أحد العناصر الإرهابية وأحالته إلى جهات الاختصاص. الإدارة العامة للبحث الجنائي وبناء على تعليمات من وزارة الداخلية كلفت قوة كبيرة بالذهاب إلى درنة ومساندة الأجهزة الأمنية في عملية ضبط الشارع العام. تكثيف النقاط الأمنية والعسكرية وانتشار عناصر الأمن ودوريات أمنية ليلية تهدف إلى تأمين درنة بالكامل.